وأما المنافق والمرتاب الذي عاش على الشك في الدنيا فإنه يموت على الشك، فإذا سأله قال لا أدري، من ربك لا أدري، ما دينك لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، من نبيك لا أدري، لأنه في الدنيا لم يؤمن بقلبه وإنما تكلم بلسانه، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته من باب المجارات لهم. وهذا هو المنافق الذي يقول ما يقوله المسلمون ويصلي ويصوم ولكن ما فيه إيمان، إنما يفعل هذا من باب المدارات ومن باب التقية لأجل أن يعيش مع المسلمين فقط، لأجل أن يعيش مع المسلمين، وهو لم يؤمن بقلبه. ولو كان فصيحا متعلما يحفظ المتون والأسانيد ويحفظ، يتلعثم ولا يستطيع، في القبر ما يستطيع يتكلم ويغيب عنه الجواب، يقول ما أدري، ولكني أنا قلت مثل ما يقولون الناس من غير أن أعرف هذا الشيء وأعتقده. فينادي مناد أن كذب عبدي فأفرشوه من النار، افتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه والعياذ بالله، ويصبح قبره حفرة من حفر النار، فيقول يا ربي لا تقم الساعة، لأنه يعلم أنه إذا قامت الساعة فما بعدها أشد مما هو فيه والعياذ بالله.